اشتري عقار ولا اشتري سهم في السلامة؟ ما تحترش، لما تشتري سهم السلامة انت بتمتلك عقار وبتاخد خدمة صحية تستعيد بيها فلوسك في نظام تأمين مستشفى السلامة. لما تشتري سهم او نصف سهم بتحصل على كارت السلامة البرونزي، وبي بتحصل على صلاحيات 3 سنوات للخدمات دي واللي بتشمل الزوج او الزوجة والاولاد. ولما تشتري من سهمين الى 5 اسهم بتحصل على الكارت الفضي، وبي بتحصل على صلاحية 5 سنوات للخدمات دي وبتغطي الأسرة المكونة من الزوج أو الزوجة والأولاد والأب والأم. ولما تشتري من 6 إلى 10 أسهم بتحصل على الكارت الذهبي، وبي بتحصل على صلاحية 10 سنوات للخدمات دي وبتغطي الزوج أو الزوجة والأولاد والأب والأم واثنين من الأخوة وأسرهم. أما لو اشتريت أكتر من 10 أسهم فبتحصل على كارت الـVIP، وده بيخليك تحصل على صلاحية مدى الحياة للخدمات دي وبتغطي الزوج أو الزوجة والأولاد والأب والأم وجميع الإخوة، يعني فلوسك بترجع لك في صورة خدمة صحية ليك ولعيلتك. ده بالإضافة إن استثمار مضمون بعوائد مالية محسوبة بدقة، ده غير كمان إن سهمك نفسه قيمته بتزيد مع مرور الوقت وتقدر تبيعه بأضعاف ثمنه. يبقى مفيش حيرة، مع مستشفى السلامة استثمر في صحة أولادك. الحق فرصتك دلوقتي قبل الافتتاح للدخول ضمن المرحلة الأولى للأسهم.